مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم كل مشاهدينا الكرام. اهلا بيكم حلقه جديده من حلقات الحصاد. يعني هي بالنسبه لي انا اول حلقه بعد عيد الاضحى المبارك. يا رب نكون كلنا استمتعنا بهذا العيد، والحمد لله طبعا الاجواء فيه كانت حلوه جدا وجيده جدا. كل حاجه في العيد ده من امن وامان، وايضا توافر للسلع لكل المستهلكين. الامر كان جيد جدا الحمد لله زي ما تمنينا قبل العيد. نرجع بقى كده بمنتهى الطاقه والحيويه علشان نبدأ مع بعض حلقات الحصاد بتاعتنا. النهاردة هنتكلم عن موضوعين في حلقتنا النهاردة. موضوع الحقيقة يعني شاغل تفكيرنا كلنا، هو إيه اللي بيحصل لسد النهضة؟ وهل يعني التصريحات اللي طلع بيها قال بيها أبي أحمد، هل الكلام ده معناه إن سد النهضة خلاص وهذه الإشكالية أوشكت على الانغلاق تماما، ما عادش هيبقى فيه تهديد، ولا الأمور لسه فيها طيات؟ وهناك أيضا كمان شوية حاجات كده، يعني شوية قراءات لبعض التحركات لبعض الشخصيات، ده هيكون ظلالها إيه على المشهد الكبير وهو موقفنا المائي من بناء سد النهضة وتداعيات ده بعد كده. ده هنعرفه إن شاء الله من خلال لقائنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ عصام الشيخ، الصحفي المتخصص في شؤون المياه ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، اللي هيشرفنا إن شاء الله بعد فقرة الأخبار بتاعتنا. الفقرة الثانية عنوانها هو عنوان يعني يعتبر درامي شوية، الأفاعي لماذا خرجت من جحورها. اللي يقرأ هذا العنوان يتهيأله ان هو يعني حاجه كده فيها يعني شد وجذب وحاجات من وراء الجمل، لكن نحن نعني تحديدا الافاعي حقيقي. الافاعي دلوقتي في هذا التوقيت يعني في هذا الطقس خرجت الافاعي من الجحور بتاعتها فعليا. الامر ده ايه سببه؟ وازاي نتصدى لهذا الموضوع يعني؟ واختاره تداعيات الامر ده تبقى عامله ايه بالظبط علينا وعلى المزروعات وعلى يعني الحقول وكل الحاجات دي كلها. ده هيكون ان شاء الله موضوعنا الثاني من حلقتنا النهارده من برنامج الحصاد. الجزء الاول دائما بيبقى مع الاخبار. اسمحوا لنا نستعرض على حضراتكم مجموعه الاخبار. عنواننا الاولاني بيقول السيسي يستقبل البابا توادروس ووفدا من ملتقى الشباب العالمي للكنيسه. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الملقصية بصحبته وفد من ملتقى الشباب العالمي الأول للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أكد سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء الشباب المشاركين في الملتقى العالمي الأول للشباب شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف قارات العالم، واللي هو كمان بيعد التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، وبيتضمن البرنامج بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المختلفة. شدد الرئيس على أهمية هذا الملتقى اللي بيسعى إلى ربط المهاجرين المصريين وأبنائهم من الأجيال الجديدة بوطنهم مصر. كمان هو بيساعد على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشباب المصري في الخارج بتتيح الفرصة لتعرفهم بتطورات الأوضاع في وطنهم وما يتم بذله من جهود على مختلف الأصعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بعد كده في عنوان بيقول القوات المسلحة تعلن القضاء على 20 تكفيريا وتدمير 18 وكرا للإرهابيين. استكمالا للنجاحات التي تحققها القوات المسلحة في العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه واستمرار تعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات على مدار الأيام الماضية عن مجموعة من النتائج. تعالوا بنا مشاهدينا الكرام مع بعض نتعرف ونشوف كده هذه النتائج من خلال التقرير اللي هنعرضه على حضراتكم دلوقتي، ونعود بعدها مرة أخرى. استكمالا للنجاحات التي تحققها القوات المسلحة في العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه
واستمرارا لتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أسفرت العمليات على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية: على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ونتيجة لتوافر معلومات استخباراتية دقيقة من أجهزة جمع المعلومات بالقوات المسلحة، تم رصد منطقة لخلية إرهابية بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد تتخذها العناصر الإرهابية ملاذا لهم ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالهم العدائية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد. وعلى الفور قامت القوات الجوية بتنفيذ هجمة جوية مركزة. تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط المنطقة وتطهيرها من العناصر الإرهابية. وقد أسفرت العملية عن القضاء على 7 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة وضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة التي كانت بحوزتهم، وتدمير سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشة وأجهزة اتصال لاسلكية وعدد من دوائر النسف والتدمير وكتب تدعو للفكر التكفيري ومبالغ مالية كبيرة وملابس عسكرية. القضاء على 13 فردا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء، كما تم القبض على 18 فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تدمير 18 وكرا ومخبأ وملجأ خاصا بالعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء، كما تم ضبط وتدمير 10 عربات أنواع و6 دراجات نارية بدون لوحات معدنية. اكتشاف وتفكيك وتفجير 41 عبوة ناسفة بواسطة عناصر المهندسين العسكريين تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات. وعلى الحدود الغربية للبلاد تمكنت القوات الجوية من تدمير 38 عربة أثناء محاولتها التهريب واختراق الحدود، كما نجحت قوات حرس الحدود في ضبط طائرة بدون طيار و1100 كيلوغرام من جوهر الحشيش المخدر و1,300,000 قرص مخدر و2,000 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بالطرق غير الشرعية. وفي نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين تم ضبط 700 كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وضبط 12 عربة أنواع تستخدم في أعمال التهريب، كما تم التحفظ على مركب صيد محمل بمواد مخدرة. وعلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي تم ضبط 5 أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وضبط 26 عربة و55 متهما في أعمال التهريب والتنقيب عن الذهب. كما استمرت عناصر القوات البحرية في أعمال تأمين المسرح البحري والأهداف الاقتصادية بالبحر وتجديد إجراءات التأمين والحراسة والتمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل،
لمنع العناصر الإرهابية من التسلل. هذا وتؤكد القوات المسلحة إدراكها الكامل بحجم الخطر الذي يشكله الإرهاب على الشعب المصري العظيم، وأنها لن تدخر جهدا لملاحقة كل من تسول له نفسه النيل من أمن مصر وشعبها العظيم. سمعنا مع بعض مشاهدينا الكرام هذا البيان للقوات المسلحة حول العملية سيناء 2018 وهذا الجهد الرائع، الجهد الحقيقة يعني لا الكلمات لا تصف هذا الجهد. ومرة تانية بنعود ونكرر كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر تحارب نيابة عن العالم، تحارب الإرهاب هنا على أرض سيناء، وبالتالي هناك رسائل لكل أطراف وكل منابع الإرهاب بأن أيديكم أصبحت مرتعشة، أيديكم أصبحت قصيرة، ونحن بمشيئة الله وبفضل طبعا ثم بفضل هذه السواعد وهذه الأيادي وهذه الرؤى السديدة إن شاء الله هنقدر إن احنا نتحر الإرهاب في جحره وفي عمقه وفي داره. إن شاء الله مصر آمنة، ومصر دائما هي منبع الأمان لكل العالم. ننتقل بعد كده مشاهدينا الكرام لفقرة الأخبار بقى بتاعتنا، نستكمل عندنا عنوان بيقول الوزراء يوافق على التعاقد بالأمر المباشر مع مصانع التغذية المدرسية. وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع المصانع أو الشركات التي انتهت من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء للعمل ضمن منظومة التغذية المدرسية. جاء ذلك من منطلق الحرص على الوصول إلى منظومة توفر وجبات غذائية متكاملة لنحو 11.5 مليون طالب في إطار الحفاظ على سلامة الغذاء. بعد كده ننتقل لعنوان آخر، خبر آخر، الحكومة توافق على مشروع قرار بإعداد استراتيجية التنمية في سيناء. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه النهاردة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس ووزير الإسكان على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهمة إعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء. يشمل القرار التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات التنمية الاقتصادية وتطوير البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والبناء المؤسسي وإدارة التنمية وآليات التنفيذ. ده طبعا تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية اللي تزخر بها شبه جزيرة سيناء، وإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها من القطاعات المختلفة. بعد كده عندنا في عنوان مذكرة تفاهم بين مصر وأنجولا في مجال الاستزراع السمكي. استقبلت اليوم الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة المعدنية والثروة الحيوانية والسمكية والدجنة الدكتورة إسبرانزا سيلفيا مستشار وزير الثروة السمكية والبحار الأنجولية على رأس وفد أنجولي بمقر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة، وده طبعا لتعزيز التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية ومصايد الأسماك. قالت محرز في تصريحات صحفية النهاردة أنه تم إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والأنجولي للتعاون المشترك بين البلدين، وتضمنت مذكرة التفاهم تبادل الزيارات بين الفنيين والخبراء والمتخصصين والمسؤولين بالبلدين وإجراء مشروعات بحثية مشتركة في مجال تربية الأحياء المائية وتشجيع القطاع الخاص المصري والأنجولي على إقامة مشروعات استثمارية في مصر وأنجولا في مجالات الاستزراع السمكي البحري وإنشاء مزارع سمكية. والتعاون المشترك بين البلدين
في مجالات الاستزراع السمكي والمصايد الطبيعية. وأضافت أن الجانب الأنجولي قام بزيارة أحد المزارع السمكية لإنتاج الأسماك البحرية بمحافظة دمياط ومكتب مصايد عزبة البرج والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك وورش إصلاح وتصنيع مراكب الصيد بمرافقة مسؤولي الثروة السمكية، حيث قام بزيارة هذه المناطق. وقالت محرز إن مصر تتميز في الاستزراع السمكي منذ الثمانينات وبتنتج حوالي 1.8 مليون طن، وأنه من الممكن تبادل الخبرات مع الجانب الأنجولي وتبادل التدريب والزيارات المشتركة بين الجانبين من خلال مذكرة التفاهم للتعاون بين مصر وأنجولا. البيئة والزراعة مشاهدي الكرام بتناقشان أعمال التصدي لحرق قش الأرز في الغربية. نظمت مديرية الزراعة بالغربية بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا النهاردة اجتماعا لمتابعة أعمال التصدي لنوبات التلوث اللي هي السحابة السوداء، وده طبعا جاء بحضور المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية والمهندس أيمن شتا رئيس قطاع شؤون الفروع بجهاز شؤون البيئة والدكتورة أميمة صوان مستشار الوزيرة للمخلفات الزراعية والدكتور عبد العليم الشافعي رئيس الإدارة المركزية بالإرشاد بوزارة الزراعة. الاجتماع ده تضمن متابعة أعمال التصدي لنوبات التلوث الحادة لهذا الموسم في محافظات الغربية كفر الشيخ الشرقية والبحيرة. أكد رئيس قطاع شؤون الفروع بجهاز شؤون البيئة على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات لنجاح منظومة التصدي للسحابة السوداء لعام 2018. طيب معانا على التليفون دلوقتي المهندس علي عبد الجواد وكيل وزاره الزراعه بالغربيه. برحب بحضرتك باشمهندس علي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا فندم، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب والغربيه كلها طيبه يا رب بخير يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. دلوقتي انتوا قائمين على عمليه التصدي للمشكله اللي بتؤرقنا دائما في مثل هذا التوقيت من كل عام، وهي حرق الارز، حرق قش الارز يا فندم. التطورات بقى في الاحداث النهارده، احنا طبعا بالنسبه لمساحه الارز السنه دي هي نص النهارده في مكابس وفي مراكز للتجمعات بتاعه القش الرز، في جرارات ومعاطير بتنقل في مراكز التجمعات، وفي مكن للفرم القش لاستخدامه في العلف الحيواني. والنهارده يمكن الناس بعد الفتره من العام الماضي بدات الناس كلها تتجه الى استخدام القش في العلف الحيواني، والنهارده ما عادش عندنا مشكله ان شاء الله في عمليه الحرق بتاعه الارز. يمكن بينباع دلوقتي القش. القش الرز بينباع دلوقتي لان الناس كلها طبعا كان في البدايه ما كانش حد عارف قيمته وكان كله بيحرق. بدأت الناس المزارع الكبيرة تاخد وتخزن، بدأ المزارع الصغير ياخد ويخزن لما اتعود على علف وتوفير للتبن، لأن حمل التبن النهارده ب 500 جنيه وبيوصل ل 600 جنيه. فالنهارده الفدان القش والرز بيجيب له 2.5 طن بلات كبس، فبيستخدمه المزارع في علف الحيواني وبيوفر معاه ال بيحتاجش بقى التبن وبتاعه، وبيوفر القيمه الغذائيه البروتين بتاعه عالي. نعم. فبيفيد الحيوان. فالنهارده بقى القش رز بيستخدم للعلف وبيوفر للمزارع، ما فيش بيوفر للمزارع العلف الحيوان اللي هو ماده الملقى بدل التب. نعم نعم. باشمهندس علي، طبعا حضرتك عارف ان دي محتاجه خلطه، يعني الامر ده يمكن ما كانش يعني او الاستغلال لقش الارز ده يا فندم او استغلال المخلفات عامه ما كانتش في ثقافتنا. هل في حاجات يعني توعيه للفلاحين؟ احنا طبعا احنا دلوقتي عاملين بدانا من اعتبارا من 1/9 نبطشيات في الجمعيات الزراعيه مسؤولة عن أي حريق يتم في الحال يتعمل له محضر، وبالنهار نبطشية
على مدار اليوم كامل. نعم. وفي لجان في الإدارات الزراعية ولجان في المديرية وفي غرفة عمليات لتلقي أي بلاغ حريق مع جهاز البيئة. فالعملية متسيطر عليها تماما، ويمكن انحصد دلوقتي حوالي 2075 فدان في المحلة الكبرى، وتم كبس البلات واتنقل في مركز تكبير. نعم. طيب باشمهندس عادي، حضرتك شايف ان يعني نسبه الاقبال على حرك قش الارز السنه دي قليله نظرا لان المساحات المنزرعه بالرز اقل، ولا علشان بقى في وعي يا فندم؟ لا، في وعي، في وعي. والمساحه لو قد كده مرتين، والدليل على كده الناس دلوقتي من الغربيه بيروحوا كفر الشيخ ويجيبوا القش الرز يشتروه من هناك ويحولوه لمزارعهم الخاصه. نعم. نظرا ان احنا عندنا حوالي 60,000 فدان في الغربيه. نعم. من 120,000 فدان السنه اللي فاتت. نعم. يعني نقدر نتوقع ان السنه الجايه هيبقى ان شاء الله سماء مصر خاليه من السحابه السوداء ان شاء الله باذن الله. يعني احنا مقبلين على الامر ده، السحابه السوداء. وبعدين هي المشكله النهارده الرز، ما قش الرز ما عادش يخوف، هو المشكله ان مساحه الذره زايده شويه. يعني عندنا في الغربيه حوالي 240,000 فدان ذره، بس بنسبه 70% منه بيستخدم كسلاج. سلاج برضه علف حيوان للحيوان. نعم. فيعني هي المشكله عاملين حسابنا عليها تحسبا لاي حد يحرق حطب ذره، جايبين اماكن الفرم كمان على اساس انها تفرم الحطب الذره، وتوعية كاملة، وعاملين ندوات إرشادية في كل المراكز بتاع المحافظة ومع الفلاحين لتوعيتهم على عدم الحريق، وتوعيتهم لأن اللي هيحرق هيتعمل له محضر ومخالفة كبيرة. فعاملين توعية جامدة في المراكز والجمعيات الزراعية، و يعني كلهم مسيطرين ان شاء الله ما يبقاش فيه وجود حاجه اي بمناسبه حاجة. السيطره باشمهندس علي، حضرتك شايف ان هذا الامر هو معنيه بس بوزاره الزراعه؟ يعني امور المكافحه والتوعيه وما الى ذلك، هل ده بس شان وزاره الزراعه، ولا الامر يتطلب يعني تكاتف وتعاون قطاعات مختلفه؟ واذا كان الامر يتطلب، فايه هي القطاعات المفروض انها تكون مشاركه في هذا الامر؟ هي القطاعات المشاركه معانا جهاز البيئه. نعم. معانا جهاز البيئة برضو بتمر معانا وفي المراكز على أي حريق، الحمد لله ما فيش إلا الآن، وإن شاء الله مش هيبقى في حريق إن شاء الله. يا فندم أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. باشمهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية. بعد كده مشاهدينا الكرام عندنا عنوان بيقول الزراعة تكثف لجان مرور ميدانية لحل مشكلات مزارعي الغربية. أعلنت الكلام ده أعلنه الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. أعلن تكثيف لجان المرور الميداني على المحاصيل الصيفية لحل مشكلات المزارعين في محافظتي الغربية والشرقية. وقال يوسف إن لجنة من شؤون المديريات توجهت لقرى مركز بسيون بمحافظة الغربية للإطمئنان على زراعات القطن صنف جيزة 86 إكثار من الزراعات المبكرة، وتبين أن الأفرع قوية ونسبة تفتيح اللوز بلغت 4% والانتهاء من الرش الوقائي الثالث بمبيد الباشا بمعدل 300 سنتيمتر للفدان، وأن الأرض مروية حديثا. أكد أيضا متابعة موقف الأسمدة الأزوتية المدعمة وضوابط الصرف للمقررات السمادية للموسم الصيفي 2018، والتنبيه على لجنة صرف الأسمدة باتباع ضوابط الصرف بحسب المقررات السمادية المقررة، وتبين توافر الأسمدة بالجمعية. طيب معنا دلوقتي دكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة. دكتور محمد برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وأهلا بأخوتنا المزارعين والمهندسين الزراعيين وجميع الزراعيين في مصر. اهلا يا فندم بحضرتك. دلوقتي في اللجان يعني بصدد يعني حل مشاكل مزارعي الغربيه، هي ايه المشاكل بالظبط يا فندم، واللجان عملها واليه تصديها لهذه المشاكل ازاي؟ مبدئيا اللجان دي دوريه، كل اسبوع بنطلع اللجان على مستوى الجمهوريه، يعني اذا كان في مشكله ماشي، ما كانش في مشكله. نعم. اذا كان في مشكله في منطقه معينه بغض النظر عن الغربيه تحديدا، كل جمهوريه يعني احنا بنمر عليها،
فبنمر على الجمعيات عشان نشوف الاسمده متوفره لها وضوابط الصرف معمول بها ولا لا، واي مخالفات بنفصدها، ولو في اي عجز بنستوعب الموقف ونمد الجمعيه بالاسمده. يعني ده شيء اعتيادي يعني. نعم، يعني دي كلها لجان بشكل اسبوعي، يعني لجان يعني بطريقه دوريه. طريقه دوريه. المهام الاول يعني المهمه الاولانيه ان اذا كان في مشكله فاللجنه معينه تطلع تحل المشكله دي وتكمل باقي عملها، لكن لو مفيش لجان مفيش مشاكل متوفره بنطلع نمر بصفه دوريه وبنتابع برضو ايه النقاط الساخنه في بعض الاماكن، مثلا لو في مزرعات زي القطن، مزرعات زي الرز مثلا في مشاكل اسمده بنحلها ان شاء الله. نعم. طب لو جينا مسكنا كل حاجه من الحاجات دي بقى يا فندم، هنتكلم دلوقتي عن القطن. دكتور محمد، ايه الاخبار؟ يعني هتطمنا عنه، وبعد كده بقى زراعه الارز والمشاكل بقى بعد كده. تمام يا فندم. بالنسبه للخبر اللي حضرتك قريتيه من شويه اللي هو 4% حاليا دلوقتي السائد في القطن، ان احنا عدينا ال 70 وال 80 وال 90%، لكن الحوض خاصه اللي تم التعليق عليه ان ده قطن متاخر، يعني تم زراعته فوق متاخر، لكن احنا حاليا دلوقتي ما عندناش نسبه 4% الا حاجات بسيطه اللي هي كانت تم زراعتها متاخر، ودي كان اللي احنا ايه نزلنا نشوف الحوضه بالذات كان مزروع قطن ايه زراعه متاخره، لكن حاليا في حاجات عدت 90% وفي حاجات اتجمعت في قطن الجامعه يعني. يعني خلاص في بنسبه كبيره في قطن الجامع فعليا، لكن اللي احنا اتكلمنا عنه في الخبر ده مزروع يعني متاخر. تمام. الخبر ده بالذات مزروع متاخر، فدي بس احنا حبينا نشوفها ونتاكد بقى في اصابه في ولا في يعني عمليه مراجعه لبعض الحاجات اللي هي فيها مشاكل، لكن عموما القطن ممتاز واحنا زارعين 336,000 فدان قطن السنه دي. تمام، يعني كده ان شاء الله محصول القطن ما فيهوش مشاكل. ننتقل بقى بعد كده للرز بقى يا فندم. والرز برضه ما فيهوش مشاكل، وزارعين لحد دلوقتي المساحه اللي تم حصر الحد وتاريخه 859,000 فدان. تمام. ننتقل بقى بعد كده من الملف ده للاسمده بقى الازوتيه والتوافر بقى للاسمده دي، وهل هناك في شكاوى ولا لا؟ يعني هو دايما في المواسم في بعض نقاط الضعف بيتم معالجتها، ولكن الازمنه الحمد لله متوفره بنسبه كبيره، لكن في بعض الاوقات بيبقى في مشكله في جمعيه معينه بنتلافاها، مجرد ان بيجينا اتصال ان المنطقه دي عايزه، احنا تعليمات معالي وزير الزراعه بالاستجابه الفوريه لاي مشكله في الاسمده بالذات في اي منطقه في الجمهوريه. شكرا جزيلا دكتور محمد يوسف، رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات بوزاره الزراعه. شكرا يا فندم. اتابع والاحصاء مشاهدينا الكرام، بطول تصدير 1,160,000 قنطار قطن الموسم الزراعي الحالي. اعلن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عن النشره الربع السنويه للقطن خلال الربع الثالث للموسم الزراعي 2017-2018، وبلغ اجمالي كميه الصادرات 1.16%، خلينا نقربها بقى شويه، 1.16 قنطار متري خلال مارس ومايو 2018، مقابل 7,114,000 قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة يعني نسبة زيادة تقريبا قدرها 9.6%. طيب، أضاف الجهاز في بيان له النهاردة أن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغت 2.39 قنطار متري خلال الفترة من مارس إلى مايو، مقابل 93,100,000 قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض بلغت 9.57%. يعني يرجع هذا الانخفاض إلى اتجاه مصانع الغزل لاستخدام الأقطان المستوردة، وبلغت كمية الأقطان اللي تم حلجها بالفعل بحسب البيان 7.47 قنطار متري خلال الفترة من مارس إلى مايو، مقابل 8.55 قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض قدرها 4.14%، وده طبعا وفقا للبيان اللي صادر لدينا الآن. سامح شكري مشاهدينا الكرام بيعلن أن ما تمر به المنطقة يحتم تعزيز التعاون بين مصر والسودان. قال سامح شكري وزير الخارجية أن جميع المشروعات التي تربط مصر والسودان
جسدتها مبادئ تعاون مبادئ التعاون الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي وقعها الرئيسان في أكتوبر 2016، واللي بتعكس التنسيق بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية في القضايا الإقليمية، وإن كل ما تمر به المنطقة يحتم ضرورة التعزيز من أجل التصدي لأي تحديات أو تهديدات، وهو ما يجعل من خيار التعاون والشراكة ضرورة حتمية للحفاظ على مصالح وأمن الدولتين. أضاف شكري خلال كلمته باجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المذاع على فضائية إكسترا نيوز، قال إنه تناول مع وزير الخارجية السودانية دكتور درديري محمد أحمد تعزيز التنسيق في القضايا والتحديات الإقليمية والدولية في ظل الاحترام الكامل لشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة في العلاقات بينهما. ننطلق لخبر آخر بعنوان آخر. رسميا اتحاد الكرة يخطر الأندية بعودة الجماهير أول سبتمبر. أخطر اتحاد الكرة الأندية بخطابات رسمية لعودة الجماهير بداية من أول سبتمبر بحضور 5000 متفرج فقط. وذكر اتحاد الكرة أن حصة كل نادي من التذاكر يقوم بتوزيعها سواء بدعوات أو طبع تذاكر. كان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كشف أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي وافق خلال اجتماعه على عودة الجماهير للمدرجات بداية من شهر سبتمبر المقبل، موجها الشكر لرئيس الوزراء وكل الوزارات المعنية في هذا الشأن. آخر خبر عندنا، التنمية المحلية بتعلن ترخيص 3 ملايين توك توك وتحديد التعريفة وخط السير. قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة إن مصر بها أكثر من 3 ملايين مركبة توك توك، وفقا لبيانات الاستيراد، وسنويا بيتم بيع وشراء من 60 إلى 65 ألف توك توك، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية طالبت المحافظات بتذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، وده في إطار حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات التوك توك. وأكد قاسم أن الوزارة طالبت المحافظات بموافاتها بإجمالي عدد مركبات التوك توك على مستوى المحافظة وعدد المركبات اللي تم ترخيصها بالفعل حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير كمان في استخراج التراخيص لباقي المركبات المختلفة. يعني إجراء أو كان مفروض أنه يتخذ من زمان مادام إحنا مش قادرين نمنع هذا النوع من المركبات، بتسبب أزمة الحقيقة، أزمة كبيرة جدا من ضمنها أزمات أمنية كمان، يعني هذا الأمر في غاية الخطورة. فكل إن هيتم عملية الترخيص وتحديد خط السير وضبط يعني هذه المنظومة، أعتقد أن الأمر سيسير نحو الانتظام وأيضا كمان نحو الأمان في التعامل مع هذا النوع من المركبات. مشاهدي الكرام، بعد فقرة الأخبار بتاعتنا، طبعا إحنا طوالي بنتجه على طول للفقرات بتاعتنا واللقاءات المختلفة. أول لقاء عندنا هفكركم به وهو المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، ما يحدث في هذا الملف، القراءات المختلفة على السطور واضحة وبين طيات السطور الغير واضحة أيضا كمان. فقط اللي هيقدر يطلعنا عليها هو ضيفنا الكريم الأستاذ عصام الشيخ الصحفي المتخصص في شؤون المياه ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير انتظرونا، موضوعنا مهم جدا وكلامنا اللي هنقوله هنا على فكرة مش بيتقال في أي فضائية أخرى. انتظرونا مشاهدي الكرام.